حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المواقع المحلية تنشر معلومات جديدة عن معلم انتحر بصنعاء، خرج من سجن قسم الشرطة ثم توجه إلى أعلى مبنى في الشارع. كلمة أخيرة للسجين: أتمنى الموت يا أمي. وفي الأخبار المنوعة: الطيور المهاجرة، جريدة بخمس لغات تصبح صوت اللاجئين في اليونان. أهلا بكم إلى موقع المشاهد نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية عن المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي: كلمة أخيرة للسجين، أتمنى الموت يا أمي. ويسرد الموقع كيف يختفي المدنيون في معتقلات الحوثيين دون علم أهاليهم. فبعد خروج عبد الله من المسجد في أحد أحياء العاصمة صنعاء، اعتقله مسلحون تابعون لجماعة الحوثي دون أن تعرف أسرته شيئا عن مكان اختفائه طيلة ثلاث سنوات مضت، وبعد وساطات عرف مكان اعتقاله، لكنهم لم يتمكنوا من زيارته إلا مرتين قبل وفاته. تقول والدته: بحثنا طويلا عن عبد الله لكن دون جدوى، لم يكن لدينا إلا شهادة من البعض بأنه قد أخذ على متن طقم تابع للحوثيين. بعدها بدأوا يتواصلون بنا ليأخذوا منا مبالغ مالية مقابل الكشف عن مكانه، لكن ذلك لم يكن ليحدث. في واحدة من الزيارات التي تمكنت الأم من القيام بها تقول: لم أتمالك نفسي حين رأيته وسقطت على الأرض من هول ما رأيت. أخبرني يومها بأن لا أتعب نفسي بإرسال الطعام له فهو لا يصل إليه أبدا، كما أخبرني بأنه متعب جدا وبأنه يتمنى الموت. أخبر المعتقل والدته عن تعرضه للتعذيب والإهانة والتجويع، وكان الرد قاسيا هذه المرة إذ منعت الزيارة عنه نهائيا. بعد منع الزيارة عنه كانوا يتصلون لنا ويخبروننا: ابنكم مريض، أرسلوا له أكلا وعصائر ليتحسن. كنا نفعل ذلك ولمدة أسبوعين لكن دون أن يسمحوا لنا برؤيته. أسبوعان فقط يفصلان بين زيارتهم له واستقبالهم اتصالا من رقم لا يعرفونه. أخبرهم أن ابنهم في ثلاجة المستشفى الجمهوري بصنعاء. صدمنا للخبر وذهبنا للتأكد، وكان ما أخبرنا به ذلك المتصل المجهول للأسف صحيحا. تقول أمه: كان عبد الله واحدا من 100 معتقل تعرضوا لتعذيب أفضى إلى الموت. وتضيف والدته: أصر زوجي على تشريح الجثة. هنا بدأوا بتهديد زوجي وتوعده بأنه إن فعل ذلك أو تواصل بالصحفيين سيكون مصيره وبقية أولاده مثل مصير عبد الله. قالوا لزوجي بالحرف: ادفن واحد أحسن ما تدفن البقية معه. ورفضوا تسليمنا الجثة للدفن إلا بعد توقيع تعهد بعدم التشريح أو التواصل مع الصحف. وتحت تهديد والوعيد وقعنا على ذلك مكرهين ودفننا ولدي دون معرفة سبب وفاته. مشيخة رياضية، تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله في موقع المصدر أونلاين مضيفا: من يتابع بطولة كأس الأمم الأسيوية سيعرف كيف تطورت منتخبات بلدان كانت بعدنا وصارت تقدم أداء رائعا وانضباطا داخل المستطيل الأخضر. إذا استمرينا بإدارة الكرة بالآلية الراهنة لن نجد من نهزمه مع الأيام. كنا نهزم الهند، فيتنام على سبيل المثال، أما الآن فصرنا ننظر للهزيمة بنظرات عادية. الفوز معجزة ومفاجأة نقتات عليها، والتعادل إنجاز. كرتنا سيئة، يجب أن نعترف. سنبرر للحرب. نعم، الحرب فعلت بنا الأفاعيل، ليس على مستوى الرياضة فقط، بل على المستويات كافة. لكن هناك حقيقة لا يجب أن نتهرب منها. كرة القدم اليمنية لم تقدم شيئاً يستحق الاحتفاء به. المنتخب يقدم الأداء الجيد أحياناً فيجعلنا نتفائل بالقادم، لكنه سريعاً ما يهبط. أعرف أن هناك مشاكل يعيشها اتحاد كرة القدم ومشاكله لا تنتهي. كان الاتحاد وما يزال جزءاً من منظومة إدارية انسلخت من مزاج صالح. القوانين في الواجهة، غير أن الإرادة القبلية هي التي تدور مع دوران الكرة. انتخابات مرحلة انتقالية وتسمر على الكراسي. كان ذلك تاريخ صالح الأخير، وحين ننظر إليه سنجده أيضا تاريخ اتحاد الكرة الذي يعيش الآن كجزء من الشرعية ويعكس صورتها المأساوية في الإدارة. الكرة لا تدار بعقلية تجارية
كما لا تدار بعقلية قبلية. الكرة تدار بمحبة، بفهم، بمواكبة قوانين العالم. وحدها قوانين كرة القدم ما يتم تحديثها بشكل دائم. تتغير الخطط، يتم دراسة التكتيكات، والآن يتحدثون عن الفلسفة الكروية لجارديولا وكلوب. نريد رئيس الاتحاد الكرة يعرف معنى الفلسفة الكروية، عسى أن نخرج لطريق. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية زرعت آلاف الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بين الطرقات والحقول في محافظتي تعز والحديدة بهدف منع تقدم قوات الجيش اليمني. وعنوان موقع صحوة نت: تفكيك 300 ألف لغم حوثي منذ 2016. وقال الموقع مستندا إلى تقرير منظمة أطباء بلا حدود إنه وفقا لمعلومات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن، فإن الجيش اليمني قام خلال الفترة بين 2016 و2018 بنزع 300 ألف لغم. وذكر التقرير أن هذه الكمية تشكل خطرا مستداما على حياة المدنيين، يتضاعف مع تعمد ميليشيا الحوثي زراعة الألغام المحرمة دوليا بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن الضحايا الرئيسيين الذين طالتهم الأخطار القاتلة للألغام التي زرعتها الميليشيا لم يكونوا سوى المدنيين الذين تعرضوا للقتل أو فقدان الأطراف أو التشوهات التي ستبقى تلازمهم مدى الحياة. دفعت الأوضاع المعيشية الصعبة بأحد المعلمين في العاصمة صنعاء إلى الانتحار. وعنوان موقع العاصمة أونلاين: معلم قطع الحوثي راتبه وطرده المؤجر واشتكاه صاحب البقالة فقرر الانتحار. وقال مصدر مطلع للعاصمة أونلاين إن أحد المعلمين أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى برج الأدوية بالعاصمة صنعاء جراء تدهور وضعه المعيشي بعد 3 أعوام من انقطاع المرتبات وقيام المؤجر بطرده من المنزل لعجزه عن دفع الإيجار المتراكم. وذكر المصدر أن المعلم المنتحر تلقى قبل الحادثة إحضارا من أحد أقسام الشرطة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بموجب شكوى مالك البقالة التي استدان منها ليجبره على التعهد بدفع كامل ما عليه خلال فترة 2 شهر. وأوضح أن المعلم وفور خروجه من الاحتجاز توجه إلى برج الأدوية في حي التحرير بصنعاء ليرمي نفسه ويضع نهاية لحياته في واقعة أثارت مشاعر الألم والسخط من التدهور المعيشي الذي تسبب به استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي الإنقلابية. إقليم منكوب وزحمة حروب وأطباء. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء من المقال: لا مبالغة في اعتبار إقليم الشرق الأوسط إقليما منكوبا، منكوبا بالفقر والبطالة والفساد وغياب الدولة الطبيعية والثقافة الرحبة للعيش، منكوبا بشهيات قديمة لدول تزعم أن التاريخ عاقبها وقلصها وحاصرها داخل ما تسمى حدودها الدولية، ومنكوبا بتعليم ينتمي إلى زمن قضى، وجامعات تخرج متمترسين في المرارات ومشاعر الإحباط، منكوبا بالظلم الذي لا يقتصر على الفلسطينيين والأكراد، وبالذين يبحثون عن أمنهم خارج حدودهم وبتحديد سيادة جيرانهم وأمنهم، منكوب أيضا بعلاقة متوترة مع العالم، فإما الصدام المكلف وإما الإحباط الباهظ، ومنكوب بمتعة الحروب الصغيرة والأوهام الكبيرة وافتقار فكرة التقدم إلى الشعبية والجاذبية. ليس بسيطا على الإطلاق ما شهدناه ولا نزال، مرحلة ضباب ودم وخوف وغموض وأزمات حدود ووجود وسكاكين شحذها التاريخ، وأخرى تستعد لحروب أدوار وحروب حقوق وحروب استئثار وحروب هويات. بقرت مغامرة داعش أحشاء هذا العجوز الذي نسميه الشرق الأوسط فتدفقت الأهوال. أزمة علاقة بالعصر وقاموسه في ظل تمسك لافت بقواميس لا تصلح لزمن الثورة الصناعية الرابعة والأجيال الجديدة من ثورة الاتصالات. وأزمة تعايش بين خرائط يعتبرها أصحابها ثوبا ضيقا مفروضا، وأزمة تعايش داخل الخرائط نفسها بسبب ميل مزمن إلى اللون الواحد واعتبار كل اختلاف تحديدا يستحق الشطب. الموقع الإخباري الفرنسي فرانس إنفو في تقرير خصصه للشأن اليمني وترجم لقناة بلقيس عنوان:
منظمات إنسانية تكتب إلى النواب لتعليق مبيعات الأسلحة الفرنسية. المنظمات 16 الموقعة على هذه الرسالة تريد من النواب أن يدركوا دور فرنسا في هذه الحرب، وتطالب الحكومة بتعليق مبيعات الأسلحة إلى أطراف النزاع. أنطوان مادلين من الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان قال: نحتاج إلى قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بالتحقيق حول دور فرنسا في هذا الصراع. ويأمل أنطوان مادلين أن يذكر البرلمان فرنسا بالتزاماته الدولية منذ أن وقعت فرنسا معاهدة دولية تتعهد فيها بعدم بيع أسلحة إن كان من الممكن استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب. بالنسبة له من المهم جدا القول بأن فرنسا ستتوقف عن دعم هذا الصراع، مثلما قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الحقيقة عن الحرب السوفيتية في أفغانستان. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب المقامرة الكبرى غريغوري فيفر مقاله المعاد نشره في الغد، مضيفا: الكذبة الأبرز بين أكاذيب ترامب التي أدلى بها يوم الأربعاء الماضي كانت أن الحرب في أفغانستان تسببت في انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي الحقيقة كانت للنهاية الشيوعية علاقة بفساد اقتصادي موجه منتفخ أفقره انخفاض أسعار النفط، وقوضته في نهاية المطاف الفوضى التي أعقبت قرار غورباتشوف تخفيف قبضة الكرملين على السياسة. ولقد لعبت الحروب في أفغانستان دورا رمزيا فقط، حيث عرضت صورة في الوطن وفي الخارج عن إمبراطورية فاشلة وغير قادرة على التعامل مع حفنة من المحاربين غير النظاميين في جزء قصي من حدودها الجنوبية. في العقود التي أعقبت الانسحاب السوفيتي في فبراير 1989 الذي سيمر عليه 30 عاماً الشهر المقبل، بدأ الروس بالتصالح مع فكرة الهزيمة ببطء. وعندما كنت أجري بحوثي من أجل تأليف كتاب في العام 2009 عن الحرب السوفيتية، وجدت أن وقتاً كافياً مر بحيث أصبح العديد من المحاربين السابقين قادرين على أن يتأملوا بشكل نقدي فيما رأوه على أنه مأساة. ومن بين هؤلاء فيلاري كوليروف الذي كان ضابطاً في قوات النخبة الخاصة وشاركت في الغارة التي قتلت أمين في العام 1979. وأخبرني كوليروف بأنه لم يتفاجأ من أن طالبان والقاعدة وجدا أرضا خصبة في التسعينيات، وقال: لماذا يجب أن يتقاسم الأفغان قيمنا ويحترمونا؟ بل أي قيم هي التي نتحدث عنها؟ لقد غزونا بلادهم وسلبناهم وقاتلناهم ثم حزمنا حقائبنا ببساطة وغادرنا. لكن مثل هذه الآراء شرعت في التغير حول العام 2008 عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواجهته مع الغرب بشكل جدي، وأصبح ينظر إلى الحرب من خلال عدسة الحنين إلى العهد السوفيتي والمنافسة المتجددة مع الولايات المتحدة. وباستلهام نظرتهم من الكرملين، بدأ المحاربون القدامى بلوم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على تقديمها الرصاص الذي قتل رفاقهم. في الأخبار المنوعة التي نطالعها اليوم من دويتشه فيلي الألماني والذي عنونا حول لاجئات أفغانيات في اليونان تشردن من بلادهن وجمعتهن صحيفة. الطيور المهاجرة جريدة بخمس لغات تصبح صوت اللاجئين في اليونان. وقال الموقع: أسست لاجئات أفغانيات في اليونان جريدة موجهة للاجئين تحمل اسم الطيور المهاجرة، وتهدف الجريدة إلى تنمية مهارات اللاجئين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني. فأثناء موجة اللجوء إلى أوروبا كان الصحفيون الأجانب يزورون مخيمات اللاجئين في اليونان ومنها مخيم شيستو في أثينا بحثا عن قصص المهاجرين واللاجئين. تتذكر مهدية حسيني فترة إقامتها في ذلك المخيم بعد هجرتها من إيران إلى أوروبا، وتقول: لم يكن أحد يريد التحدث معهم، ولذلك قررنا أن نصبح مراسلات بأنفسنا وأن نكون صوت اللاجئين. لقيت فكرة مهدية إعجاب 14 فتاة أفغانية أخرى معظمهن قاصرات، كنا يرغبن بالكتابة عن ماضيهن والحياة في المخيم وتطلعاتهن المستقبلية. كانت رؤيتهن أن تؤسسن جريدة خاصة، لكن الرجال والشباب في المخيم لم تكن تروق لهم فكرة أن تكون اللاجئات الشابات هن من يطرحن الأسئلة بدلا من الصحفيين الدوليين. تقول مهدية: لم يكونوا يؤمنون بقدراتنا وقالوا إنه لا يمكن للنساء أن تمارسن الصحافة، لكن ذلك لم يثبت عزيمة الفتيات حيث استمرين في تطوير أفكارهن من خلال عقد اجتماعات تحريرية. وفي نهاية المطاف لقيت الفكرة إعجاب شبكة حقوق الطفل لتحول حلم الفتيات الأفغانيات
إلى واقع. وقد تم طباعة العدد الأول من الطيور المهاجرة في أبريل عام 2017 بثلاث لغات، وهي الفارسية واليونانية والإنجليزية. واليوم تنشر الطيور المهاجرة بخمس لغات بما فيها العربية والأردية، ويتم توزيع 13 ألف نسخة من كل عدد في جميع أنحاء اليونان. رجل في بولندا أدين بسرقة بنك وقضى إثر ذلك خمس سنوات في السجن، وأول شيء فعله بعد خروجه وفقا لصحيفة القدس العربي طعن عمدة مدينة جيدانسك البولندية خلال حفل خيري. وقالت الصحيفة إن العمدة باول أدموفيتش أصيب بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي تم تنفيذه انتقاما لحكم بالسجن، حيث أن الجاني صاح ببراءته خلال اقتحامه لموقع المناسبة الخيرية. وقال مسؤولون إن المهاجم شاب يبلغ من العمر 27 عاما وله سجل إجرامي، واعتقله أفراد أمن قبل أن تعتقله الشرطة. سيخضع الشاب الذي أدين بسرقة بنك وقضى عقوبة بالسجن لأكثر من خمسة أعوام للاستجواب. ويبدو أن الشاب قد ألقى باللوم في سجنه على حزب المنبر المدني الذي حكم البلاد في الفترة من 2007 إلى 2015، وكان أدموفيتش ينتمي إلى هذا الحزب. وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن الأطباء تمكنوا من استعادة نبض العمدة، لكنه أصيب بجروح بالغة في الهجوم وحالته ما زالت حرجة. وكل ما أنجز هو التفاهم على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمعالجة الموضوع، هذا ما تتوصل إليه معظم الاتفاقات في اليمن. وقد نشرت صحيفة العربي الجديد بحثا أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وتوصل إلى عدد من النتائج، أبرزها أن الحوثيين ليسوا جادين في السلام. وقال التقرير: منذ البداية لم يظهر الحوثيون جدية في الالتزام ببنود الاتفاق، إذ سحبوا مسلحيهم صوريا من ميناء الحديدة واستبدلوهم بعناصر منهم بمسمى خفر السواحل في محاولة للالتفاف على الاتفاق. وقد حذر الجنرال جون باتريك كاميرت رئيس لجنة الانتشار والمراقبة التابعة للأمم المتحدة من أن أي إعادة انتشار لن يكون لها صدقية إلا إذا كانت كل الأطراف والأمم المتحدة قادرين على الإشراف والتحقيق من تطابق أي إجراء مع بنود اتفاق ستوكهولم. ويعد سلوك الحركة الحوثية الانفرادي مؤشراً أولياً على عدم جديتها وعلى صعوبة تنازلها عن سيطرتها في مدينة الحديدة، وبخصوص حصار مدينة تعز الذي فرضه تحالف الحوثي صالح منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام على المدينة من مدخلها الشمالية الشرقية، وهي المدينة الأكثر تعرضاً للدمار والأكثر ضحايا من القتلى والجرحى المدنيين. فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على دخول مساعدات إنسانية إليها. على أن يحدد موعد الاجتماع الأول ومكانه للجنة مشتركة يتم فيها تحديد صلاحيتها وآلية عملها، وأن تقدم اللجنة تقريراً عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري المقبل. لم يتم تنفيذ شيء من هذا الاتفاق حتى الآن، ولا يبدو أن موضوع حصار مدينة تعز سيأخذ القدر نفسه من الاهتمام الذي أخذه حصار مدينة الحديدة. وبخصوص القضايا الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على السكان، لن يتم التوصل إلى اتفاق حول رواتب الموظفين باعتباره موضوعاً مرتبطاً بعموم الملف الاقتصادي ومسائل أخرى ينبغي حلها مثل تصدير النفط والغاز وتوريد عائدات ميناء الحديدة والإيرادات الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. في جولتنا المصورة لهذا اليوم تنشر صحيفة الديلي تيليغراف صوراً متنوعة لأحداث من مناطق مختلفة في العالم، نتابعها معكم. إلى الصور. وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.